أنا فرحة نادر، سنة تانية اقتصاد وعلوم سياسية، مساعدة أمين لجنة اجتماعية في اتحاد الطلبة. احنا عاملين معرض كتاب النهاردة. معرض الكتاب ده عبارة عن الكتب كانت مرمية في الكلية، بدل ما تتباع احنا جمعناها كلها وفرزناها في كراتين وحطيناها النهاردة علشان هنبيعها للطلبة، يعني تنمية ثقافية للطلبة. الكتب شاملة علوم اجتماعية بشكل شامل، مش سياسة بس واقتصاد وإحصاء، وفي كمان مصادر ومجلات كتيرة، وفي كمان دراسات معمولة في الكلية لدكاترة كتيرة، دراسات أفريقية وسياسية وآسيوية. المعرض لكل طلبة الجامعة مش لسياسة واقتصاد بس. المعرض النهاردة احنا ابتدينا الساعة 10:30 وهنخلص الساعة 6، وبكرة ان شاء الله الساعة 10:30 وهنخلص الساعة 6. صراحة يعني الإقبال على شراء الكتب بكتير، يعني ده يدل ان لسه الناس عايزة يبقى عندها ثقافة اكتر، والكتب بتتاخد بشكل يعني كبير قوي كمان، لانه فيها تنوع من اللغات، يعني هي مش عربي بس، في انجليزي، في فرنساوي، في اسباني، وفي كمان الماني. فالحمد لله يعني احنا حققنا النهارده نجاح كبير، بان الطلبه كلها جت مش من سياسه واقتصاد بس. العائد ان شاء الله هيروح لمؤسسه لعمل تطوعي، يا اما هيروح لمعهد اورام، يا اما هنجيب بيه بطاطين ونوزعها على عمال الجامعه. لسه باتفاق مع اداره الكليه هنحدد النقطه دي، بس هو سعر الكتاب 3 جنيه، والعائد كله هيروح لعمل تطوعي، مفيش حاجه ولا هتروح لميزانيه الاتحاد ولا هتروح لصندوق الكليه.